أمير مكة يحاور الشباب. حوار بين الشباب السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة في إحدى الجلسات بمنتدى جدة الاقتصادي 18 مارس، الإسكان والنمو السكاني، فقط على قناة ديوان. يعني منتدى جدة الاقتصادي كون اسمه من عام 2000، والحمد لله. يعني يمكن زمان قبل، يعني في بدايات منتدى جدة كان التسويق للمنتدى بنلاقي فيه صعوبة، لكن بعد ما صار المنتدى له اسمه وله سمعته وصار عالمي، الحمد لله، يعني صار النجاح أكبر وصار التنظيم والتسويق له أسهل. والله لا شك أنه منتدى جدة الاقتصادي أصبح يعني معلم وظاهرة يعني ثقافية وحضارية واقتصادية بارزة في فعاليات مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، وأصبحت الناس مرتبطة الآن سنويا بهذا المنتدى. فبالتالي يعني المنتدى حقيقة فرض نفسه على الساحة. تابعوا معنا تغطية مباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي في الأوقات التالية: السبت من 8 مساء وحتى 10:30 ليلا، الأحد من 1. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في تغطيتنا المباشرة لفعاليات منتدى جدة الاقتصادي لعام 2013، والذي يحمل عنوان الإسكان والنمو السكاني. شاهدنا قبل قليل جلسة الحوار المفتوح بين سمو الأمير خالد الفيصل وبين الشباب والمبادرات الرائعة التي قاموا بعرضها، وحظينا بشرف لقاء خاص لقناة ديوان مع سمو الأمير خالد الفيصل. يتمنى لنا التوفيق فيه للقناة، وأجاب على سؤال الزميل نواف. لكن الآن اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا المتجدد من جديد، الأستاذ وليد سموم، صاحب برنامج إيش صار على تويتر، ضيفنا اليومي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ريهام، أهلا وسهلا نواف. نايف برضو تاني. مشكلة نواف ده، مشكلة. إيش صار في تويتر؟ والله يمكن اليوم عشان كان فيها آخر يوم والحماس كده كان زايد، وكمان بالذات مع جلسة الأمير خالد الفيصل اللي دائما كل سنة بنشوفها بتدي شحنة إيجابية للحاضرين، حتى للشباب اللي بينقلوا بعض مقتطفات كلمة سمو الأمير للشباب على تويتر. فعملت فورة في الهاشتاج حق المنتدى، وبدأ يمكن يقفل الآن على 10,000 تغريدة منذ بداية المنتدى من قبل يومين، ويعتبر الرقم جدا جدا ممتاز. هو يعني في عالم الهاشتاجات ما هو ذاك الشيء الكبير، احنا بنوصل ل 100 و 200,000، لكن 10,000 لمنتدى متخصص اقتصاديا هذا جدا ممتاز. نقدر نقول ده مؤشر كويس. طبعا اكيد طبعا. طيب في بس سؤال، سألنا سؤال لسمو الأمير خالد الفيصل وهو خارج، وسألته قلت له ايش المطلوب من ريهام، سالته ايش اللي حابب تسمعه على قناه ديوان، قال اي شيء ما عدا الكذب. اي شيء ما عدا الكذب. الكذب ما حنقدر نصنفه انه تبع القناه خاصه، ولكن نقدر نصنفه تبع الاعلام بشكل عام وعلى راسه التواصل الاجتماعي. كيف اقدر احكم الكذب، وكيف اقدر اعرف الكذب من الانتقاد البناء من الانتقاد المستفز؟ والله يمكن عندنا اقرب مثال حق امس الاشاعه اللي طلعت انه الدكتور شويش الضويحي وزير الاسكان انه تاخر 1.5 ساعة عن الجلسه. أيوة. شوف الاشاعه ما تقدر، الاشاعه اذا كانت كذب، الاشاعه الكاذبه ما تقدر تنتشر بطريقه، ما تقدر تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بصوره سريعه وكبيره. ليش؟ لانه على طول بتلاقي شخص موجود في الحدث نفسه بين فيها. يعني زي احنا طلعنا امس قلنا ترى ما تاخر الرجال، واصلا نفسها الاشاعه ديك واحد كاتبها وما اثرت وما عملت، ما عملت تاثير كبير اصلا ولا عملت تاثير. فميزه من مزايا التواصل الاجتماعي ان الكذب والاخبار الكاذبه ما تنتشر بشكل كبير، لا توقف عند حد معين. يمكن تصير في مبالغات في ردود الفعل، نعم موجوده، بس كذب كخبر كاذب لا، بيوقف عند حد معين.
صحيح. من اكثر التغريدات اللي زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه كلمه سمو الامير خالد الفيصل اشاعت روح ايجابيه، روح التفاؤل، وهذا واضح في هاشتاج المنتدى، يعني بيعادوا تغريد كلمات سمو الامير: اصنعوا مشاريعكم، اصنعوا مجتمعكم، ونحن معكم ان شاء الله. اكثر من تغريده بتعيد صياغه كلمه سمو الامير خالد الفيصل، تعليقك من جديد على هذه التغريدات؟ ما حد حيقدر ينقل نفس الكلام، ما حد يقدر يقتبس نفس الكلام حرفيا، فكل مين بيلخص الكلمه اللي قالها سمو الامير، يعني انا كتبتها خاص. انا كتبتها بطريقه مختلفه واللي جنبي كتبها بطريقه مختلفه، يعني احنا لكن المعنى يدور في نفس الدائره الايجابيه، في نفس المعنى. ما كذبنا على ما حد كذب، وما حد يقدر يعني يكذب على سمو الامير او على اي احد ثاني، انه كلام قال والكلام طلع من اكثر من مصدر بمعنى واحد او بمعنى موحد وموثق اعلاميا، موثق اعلاميا، يعني بالضبط اللي حيكذب حيكون منظره مشكله. صحيح. يعني. استاذ وليد، الان احنا فقدنا الحياديه، بما معنى انه انا مثلا الان في منتدى جده الاقتصادي مع كل الكلام اللي بنقال وصح وكلام كل الناس صحيح والوزراء صح والدعم اللي شايفه موجود والمشكله راح تنحل، في الشق الاخر واحد ثاني جالس في قهوه مع الشباب بيتكلموا عن الغضب اللي موجود، اللي هو لا ما بيسووا، لا ما بيشتغلوا، لا ما بيعملوا، تمام؟ فأصبح شقين، الحياد ما هو موجود أبداً. إيش السبب ده؟ يعني ومثلاً لو واحد قال كلمة حتى خاطئة لكن تليق بالصف اللي جالس في القهوة أو بتليق في الصف اللي جالس في المنتدى، فهم الاثنين سواء. يعني أنا أيوة لا كلامك والله أنت صح. والله شوف، أنا ممكن أقعد في بيتي زي ما قال سمو الأمير في كلامه، أقعد في بيتي وأقعد أنتقد زي ما أبغى وأقعد أقول وأسوي وأعمل. يا أخي الحياة يعني الله، يعني ما أقول لك والله أنا الشخص المثالي أو الشاب المثالي أو بس الحياة أكبر من قهوة وأكبر من جلسة بلوت وجلسة بيت. أتكلم عن الجلسات اللي هو ما بيدور فيها ذا الكلام. أيوة أقول لك، كلنا نعرف الجلسات هذه، كلنا نقعد فيها، وهذه ترى أغلبية، بس الحياة أكبر من كذا. لأنك تتكلم في شباب. أنا أقول لك تجربتي كشاب في بدايتي في نطاق الأعمال، أنا شايفه ماني شايف المشاكل اللي بتصير أو الشباب الناس اللي بتتكلم عنها أو ماني شايف السلبيات. صح في صعوبات يا أخي، أي شيء لازم يكون صعب، ما في شيء، ما في الأرض فيها مفروشة ورد، لازم فيه صعوبات. بس صراحة أنا ماني شايف ديك المعوقات الكبيرة. الآن جيت بطلع سجل تجاري وترخيص سجل تجاري عن طريق الإنترنت، احجز الاسم التجاري، بعدها ب 24 ساعه بالضبط يجيني الرد بالموافقه او الرفض. الرفض يكون لاسباب معينه حسب الشروط اللي حاطينها. يعني انا ايش اكثر من كده؟ وانا في بيتي بسوي معاملاتي الحكوميه وبنشئ التجاره الخاصه فيي، يعني بس الناس تعودنا على ثقافه الانتقاد المبرر والغير مبرر. خلاص انا قاعد في بيتي، انا قاعد انتقد. اصبحت موجه والكل بيعتليها، يعني عمال على بطال على قولتهم. صحيح. لكن خلينا نحلم شويه، طالما كان الحديث عن مدن تنافسيه ومدن ذكيه ومدن معرفه، يمكن مصطلحات لاول مره يسمعوها الشباب، لكن لو فتحنا الباب انه احنا نحلم في المستقبل القريب انه تكون هذه المدن المعرفيه والتنافسيه والذكيه واقع ملموس في المجتمع، انت كشخص يمثل فئه الشباب وبينقل مشاريعها يعني طموحها وامالها عن طريق تويتر، ايش هي ابرز صفات المدينه الذكيه او المعرفيه او التنافسيه اللي تحلم بها انها تكون موجوده على ارض الواقع؟ والله شوف، يمكن انا ما عندي مشكله كحاجات او كمباني ومرافق، ما عندي مشكلة معاها قد ما عندي مشكلة مع ثقافة الناس اللي بتعايش معاهم وبعيش معاهم. هذه مشكلة أنا أشوفها، إنه لازم إحنا نغير. إذا نبغى نغير نفسنا لازم نغير نفسنا من الداخل أول. لازم نتثقف في أمور كثيرة، لازم نوعى، نكون واعيين بالأمور اللي حاصلة حوالينا. ما أعتقد إنه لو يكون عندنا عماير كبيرة ومدن ذكية ومرافق كبيرة متطورة زي ما حصل في الكورنيش أفضل أكبر مثال عندنا. سوينا كورنيش حلو، بعدها بيومين تكسر. طب أنا هنا إيش فين المشكلة عندي؟ في الحكومة اللي جات بنت للكورنيش ومشت، ولا في الناس اللي استخدمت الكورنيش وكسرته ومشت؟ يصير أنا عندي قبل ما أسوي شيء، أنا عندي لازم أوعي الناس، أثقف المستخدمين اللي حيستخدموا لي المرافق هذه، بعدين أبدأ أطور. يا أخي في شيء أستغربه بصراحة، يعني المواطن السعودي لما يسافر برا ملتزم بالنظام ما يخطئ فيه ابدا. صحيح. لما يكون موجود هنا بيبدا يكسر ويخرب. بلاش يسافر برا، عنده 20 كيلو 30 كيلو حق جسر البحرين. ايوه.
انت روح البحرين تلاقيه يوقف في الميدان عند باب الميدان، ارجع الدمام يخش على الميدان ويخبص. صح ولا لا؟ هل هذا موجود عشان ما في قوانين مثلا؟ صار ما هو في ساهر ودحين الناس بتنتقد برضه في ساهر. والله شوف، يمكن انا اكثر واحد تعلمت الادب مع ساهر، علمني صراحه، علمني الادب ساهر. والله كلنا تعلمنا الادب. يعني خلاص، يعني اشوف السرعه اتقيد بيها من هذا الموضوع. تبح فين. طيب استاذ وليد، مره ثانيه برنامجك ايش صار في تويتر؟ انت عرفته بانه هو عباره عن تلخيص لكل ما يحصل في تويتر للناس المشغولين، الناس اللي ما بيقدروا يتابعوا تايم لاين أول بأول، لكن أكيد في عندك أجندة، يعني على أساسها كلمة أجندة هي مخيفة، لكن إحنا نقصد بأجندة يعني عندك استراتيجية، سياسة واضحة على أساسها بتنتج البرنامج. يعني خلينا نعرف إيش هي هذه الأجندة أو الاستراتيجية اللي بيمشي عليها البرنامج. يعني إذا صادفت مثلاً أسبوع كانت أغلب التغريدات 90% منها مثلاً سلبية، في هذه الحالة هل أنت مضطر أنك تصور الواقع زي ما حصل في تويتر، أو أنك تركز على 10% الإيجابية حتى لو كانت هي النسبة الأقل أو مش النسبة المسيطرة؟ والله شوفي، أنت عندك المواضيع في تويتر لها أقسام وليها فئات، يعني في مواضيع الرياضية، في مواضيع الاجتماعية السياسية، فأنا عن نفسي في البرنامج أو حتى يوم ما كنت مدونة مثلا المواضيع الرياضية ما أتطرق لها أبدا، خصوصا إذا كانت بين أندية، نادي الأهلي، اتحاد، هلال ونصر، والمشاكل اللي تحصل بيناتهم بين الكبار اللي في كبار الأندية الموجودين في تويتر، تحصل عشان لا تصنف أنك أنت عنصري ومع أحد. وجو أصلا يعني الاتحادية بغلطوا مختلف. ها؟ الاتحادية بغلطوا. الاتحادية بغلطوا. لا، فأنا أركز إذا كان في مثلا رياضة أركز على منتخب، إذا المنتخب لعب زي أيام لما لعب مع الأرجنتين المباراة الودية مع ميسي وكذا، فجبنا خبر عن المنتخب. يعني هذا رقم واحد في الأجندة، الوحدة الوطنية. أيوه، ما يركز إنه ما يكون في عنصرية في أي حاجة عنصرية. بالعكس، ممكن يوجه رسائل عن العنصرية، زي في 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 واحدة من الحلقات تكلمت إنه بلاش تصنيفات مالها ما انزل الله بها من سلطان، سواء عنصرية سواء طائفية سواء فكرية، بلاش، هذا في النهاية بتفرقنا، ما بتجمعنا، ما بتقوينا، هذا بتفرقنا، سواء سني شيعي، ليبرالي سلفي، طرش بحر بدوي سعودي اصلي، هذه كل الحاجات بتفرقنا، ما بتجمعنا. هذه الاشياء ترى مشكلة كبيرة جدا، لو سوينا تجربة سنغافورة ممكن نحل المشكلة دي. بس لما نجي نتكلم، انا مثلا الان حقول لك انا انسان ماني عنصري، تمام، وانت بتمقت العنصرية، لو صارت بيننا مشكلة للحظة ما راح يطلع العنصر الصغار اللي جوه كل واحد فينا. صحيح، وهذا عند اغلب المجتمع السعودي. صحيح، عشان بس لا ننكر الحقائق هذه. صحيح صحيح، فهذه مسألة اجتماعية لازم على الناس انهم هم يحلوها. لا يا سيدي، ما لا تقول من نفسهم، اوكي الناس ان شاء الله هي تتغير، ولا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ولكن لو سوينا تجربة حق سنغافورة في المباني انه ابدا اقسم على عدد المجتمع الموجود ممكن تتحل. انت شايف؟ شوف اقول لك حاجة، لا انا ما اقدر اتكلم، ما اقول عن نفسي انا مثالي 100%، ولا انت تقدر تقول عنك مثالي 100%. كلنا فينا اخطاء، كلنا احنا ننادي انه كلنا نحارب العنصريه، او كل من يستخدم العنصريه او ياخذ العنصريه منهج له في حياته، كلنا بنحارب الشيء ده. بس مو معناته ان انا سليم في 100%، ولا انت سليم 100% من الشيء ده. بس واجبنا احنا مثلا كنطلع ناس، نطلع في الاعلام ولينا رسائل توعويه في الاعلام، ان ناخذ المنهج هذا، يعني نحاول قد ما نقدر انا ولا انت ولا ريهام نحارب الشيء ده، حتى لو حتى احنا نؤمن فيه في نفسنا اكثر من اول. يعني احنا انا وانت نؤمن في الموضوع ده. مزبوط، صح ولا لا؟ طبعا. حتى ريهام تؤمن بموضوع العنصريه، بس عشان نتكلم فيه بزياده قدام الناس اوكي لازم نؤمن، نتكلم فيه بزياده عشان نؤمن فيه بطريقه افضل. هذه مشكله عامه يعني، والاعلام هو وسيله اكثر من انه هدف. تنويه بس لعدد الزوار اللي زاروا هاشتاج المنتدى، هم 19445 زائر خلال فتره المنتدى الثلاث الايام من يوم الافتتاح الى اليوم اللي هو يوم ختام فعاليات منتدى جده الاقتصادي. يعني رقم رائع، وبيدل على وعي وعلى مشاركه من وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المنتديات وعلى الأمور اللي بتحصل في أرض الواقع. وصلنا لختام نقلنا المباشر.
مباشر في قناة ديوان. كل الشكر لمن تابعنا وتفاعل معنا وشاركنا، كل الشكر لضيوفنا. قناة ديوان جدة قناة جديدة وليدة، لكنها كانت اليوم هي متفردة حصريا بنقل هذا الحدث المحلي الأبرز على الصعيد المحلي. كنت معكم خلال هذه التغطية أنا ريهام فراش وزميلي نايف الضفيري. ولا يعني لا ننسى بس نشكر أستاذ زكي حسنين مدير بنش مارك المنظم لحفل منتدى جدة الاقتصادي، وحنا ميمني مديرة مركز منتدى جدة الاقتصادي، اللي كنت أنا يعني لما كنت بزور غرفة تجارية كنت بشوف قديش هي بتتعب مع التنظيم ومع الدنيا اللي هي تلخصت في 3 أيام. كلمة أخيرة قالها مخاطبا الشباب سمو الأمير خالد الفيصل: أنتم لا تحتاجون لقائد ولكن تحتاجون لمشارك، وأنا سأكون المشارك معكم. الكلمة قوية جدا على كاهل كل الشباب، يجب أن نبدأ بالعمل. كان معكم نافض ظفيري رام فراش، أترككم في رعاية الله. تابعوا معنا تغطية مباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي في الأوقات التالية: السبت من 8 مساء وحتى 10:30 ليلا، الأحد من 1 ظهرا وحتى 6:30 مساء، الاثنين من 1 ظهرا وحتى 6:30 مساء.